السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة خديجة أم فاتي. إذا كنت أول مرة كتزوروا القناة تنقول لكم شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم إن شاء الله الجديد. تنقول لكم مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم واحد التحلية اللي كتجي زوينة وراقية واقتصادية ولذيذة في نفس الوقت. البنات زوينة بزاف كيف ما كتشوفوا معايا، واقتصادية ولذيذة لذيذة. الأهم البنات هي اللذة، لذيذة 100% البنات. شوفوا كيف كتجي زوينة بزاف، هانتوما كتشوفوا لعينيكم البنات، غزالة ما نقول لكمش البنات. شوفوا ما شاء الله، طبقة ديال البسكوي وطبقتين ديال الكريمة وطبقة ديال الكريم كراميل فلو. طبعا كتجي زوينة بزاف البنات كيف ما كتشوفوا. نتمنى يعجبكم الفيديو، ولا يعجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك والاشتراك ما مشاركش عندي البنات. وتنقول لكم مرحبا بكم كاملين بدون استثناء البنات، وشكرا لكم على التعاليق والدعم ديالكم ليا. ونقول لكم يلا معايا فرجة ممتعة. نبداو على بركة الله في المقادير. عندنا السطر حليب كيف ما كتشوفوا، عندنا نشا اللي غنستعملوا منها فقط 3 ديال المعلقات بهذا الحجم، عندنا سكر سنيدة كذلك غادي نستعملوا 3 المعالق بنفس المعلقة، عندي 16 ديال الفاني كالتنسين، عندي علبة ديال دانيت، عندي التمر غنديرو طبقة فوق البسكوي ان شاء الله مقطع مربعات، عندي 2 قطع ديال البسكوي اللي غادي نحاولوا نهرمشهم، عندي الفلو كريم كراميل طبعا، واحد الموزة اللي غنديرو بها ان شاء الله نديروها في الكريمة ديال الحليب بسم الله. غادي ندير 3 ديال المعالق ديال السكر سنيدة حبيبات، انا هذا القياس اللي عطيت ديال السكر جاني هو هذاك، يعني ما زايد يعني سكر ما ناقص، يعني جاني هو هذاك ولذيذ في نفس الوقت. 3 معلقة راه ماشي كبيرة بزاف البنات، راه يعني متوسطة كيف ما شفتو. غادي ندير 3 ديال المعالق ديال النشا او مايزينا، وغادي نحركو مزيان البنات حتى يدوب ليا داك السكر سنيدة وداك النشا تختفي الحبيبات ديالها ما تبقاش تبان، يعني تحركو مزيان مزيان البنات يدوب قلت لكم السكر، وهذيك النشاطة هي تنسجم مع الحليب والذوب. غادي نحركو مزيان بحال ما هكا في التحريك، من بعد غادي نزيد هذيك الطاشيه ديال الفاني كالتنسيم، كتجي زوينه البنات هاد التحليه هذه كيف ما شفتوا. غنديروا لا فلو لا حتى شي، هنا كما قلت لكم استمروا بالتخلاط مزيان. غادي نزيد هذيك الطاشيه ديال الفاني كما قلت لكم، وغادي نخلط بهذا الخلاط اليدوي صافي، نحط على البوطه حتى يوصل لدرجه الغليان ويعقد لينا. قشرت هذيك الموزه وغادي نمعكها مزيان بهذا الشوكه او الفرشيط مزيان حتى تصبح ملساء، تتولي ملساء البنات فلا داعي نديروا الخلاط، انا دايره غير موزه واحده. غنستعمل فقط الفرشيط او الشوكه كيف ما شفتوا، نعسوها مزيان مزيان البنات حتى تولي ملسه ملسه، ما يبقاوش يعني في هذوك الحبيبات. هنا كيف ما شفتوا هي عقدات لينا ديك الكريمه ولات على هذا الشكل هذا، يعني ما تخليوش تعقد بزاف، المهم بحال هكا. غادي نزيد هذيك العلبه ديال دانيت وغادي نحرك. الا ما بغيتوش ديروا البنات هذيك الموزه غادي تكتفي بجوج ديال العلب ديال دانيت، او الا ما بغيتوش ديروا دانيت غادي نديروا 2 ديال الموزات، لكن بجوج غادي يعطي واحد اللوكو زوين بزاف ومغدي ولذيذ البنات ان شاء الله. غدا نبقى نجيكم دائما بهاد التحليات هادو بهاد مناسبه هاد الشهر الكريم. كنخلطو مزيان البنات تندمج لينا الخليط بحال هذا الشكل هذا، وغادي نحطه على جانب. غادي نجيب واحد الكيس بلاستيكي غادي ندير فيه هذوك العلبات ديال البسكوي، وغنحاول نهرمشهم، يعني ماشي غادي ندقهم بزاف حتى يولوا بحال البودره، لا بواحد داك الدلاك.
غادي نحاول عليهم يعني نخليهم يجيو شويه بحال اللوز مهرمش. غادي نطقطقهم بداك التلاك بحال هاد الشكل هذا. كما قلت لكم حنا حاجتنا يبقاو لنا دوك الطريفات. دابا غنجيب هاد الكويسات هادو، ممكن ديروا اي كويسات اللي نتوما كتفضلوا. الا درتوهم صغار من هادو غادي يخرجكم بزاف، غادي يعني يخرجكم حتى 8 ديال الكيسان. غادي نخوي هذيك الكريمه هكا كطبقه الاولى الكويسات كاملين كيف ما كتشوفوا. انا درت 5 ديال الكيسان، نخوي فيهم كاملين هكا كما قلت لكم كطبقه الاولى ان شاء الله. وعاد غنزيد طبقه ديال البسكوي مع التمر هكا كما كتشوفوا معايا. دابا من بعد ما خويت الطبقه الاولى ديال الكريمه، هذا هو البسكوي اللي انا هرمشت معاكم. كما قلت لكم ما تدقوش بزاف حتى يولي لنا بودره، غنخليوه هكا بحال اللوز مهرمش او كاوكاو مهرمش. كيجينا زوين، كيجي زوين حتى في الماكله كما تيقولوا، اكل واستمتاع. غنديروا الطبقه ديال البسكوي، من بعد غادي نديرو فوق من هذاك التمر اللي مقطع مربعات صغيره. ممكن ديروا اي حاجه نتوما كتفضلوا من المكسرات، زبيب مثلا ولا لوز ولا كركاع ولا اللي عندكم. انا غندير هذاك سميتو هاد البسكوي هذا، وغنزيدو التمر من الفوق. جا زوين البنات. غادي نستمر تندير في الكويسات كاملين الطبقه الثانيه. ما تخافوش لانه غتشوفوها راهي ناشفه، انا ما فزكتهاش، لانه هذيك الطبقه ديال البسكوي جات ما بين طبقتين ديال الكريمه، يعني غتفزك لوحديها، يعني بوحدها غتفزك. وكتجي راقيه البنات، زوينه صراحه الله، يعني غير ديروها 100% النجاح ديالها واللذه ديالها لذيذه بزاف صراحه الله البنات. اختاروا البسكوي اللي كيكون زوين، انا اختاريت هذاك البسكوي اللي الشوله على عينيكم، كيجي لذيذ البنات، كيكون فيه الشكلاط من الفوق. غندير التمر اللي مقطع مربعات، الا ما تبغيوش ولا شي حاجه ممكن تستغناو عليه، لكن راه مغذي ولذيذ في هذا الشهر الكريم. كيجي زوين هذوك الطريفات، كتحسي بهم اللي كتكوني كتاكلي في هذيك التحليه، كتحسي بهم زوينين في هذاك ديالو، يعني كيعجبوك. كندير كيما قلت لكم الكويسات كاملين، وغادي نخوي لهم ان شاء الله هذيك الكريمه الطبقه الثانيه من الكريمه. دابا من بعد ما درت ديك الطبقه ديال البسكوي، غنزيد الكريمه من الفوق. شوفوا معايا، يعني راه بسيطه والكيره لذيذه البنات وزوينه. المهم حنا اللي عندنا كنديرو كيما قلت لكم من المكسرات ولا اي حاجه انتما كتفضلوا. غندير في الكويسات فاني كاملين، وغادي نحاول باش نخلي الفراغ يعني باش غندير الطبقه الاخرى ديال الكريم كراميل ديال الفلو. متعمروش يعني الكيسان يعني الفم، باش خاص تخلي واحد الاسباس باش تهزكم الكريمه الاخيره. غادي نخليهم هكا فقط على سطح العمل، ولا الا كنا مزروبين نديرو في الثلاجه باش يجمدوا لينا في ساعه في ساعه، غير في الثلاجه لتحت. الا ما كناش مزروبين انا غنخليهم فقط على سطح العمل، وغنمشي نوجد الكريمه ديال الكريم كراميل على خاطري. دابا غادي نوجدو عاوتاني داك الكريم كراميل. عندنا كاس الى ربع ديال الماء، سطاشي ديال الفلو كيما شفتو معايا ديال الكريم الكراميل، يعني النكهه ديال الكريم كراميل البنات. غادي نخوي هاد سطاشي في هاد الكاسرونه، غنزيد عليها 2 معالق ديال السكر سنيده حبيبات فقط، وغادي نخلطهم حتى يندمجوا مع بعضياتهم. في منا نكونوا باغيين نديروا الفلون ضروري هاد العمليه هذا، باش تخلصي من دوك الكويرات ديال الفلون، يعني تديرهم هذيك الحبيبات ديال سنيده
كيماكم عاد غنزيد ان شاء الله الماء، وغادي نخلط مزيان البنات حتى نتاكد من السكر ذاب، وهذاك سميتو دوك الحبيبات ديال الفلو ولا شي حاجه ما بقاوش يبانوا لينا، عاد نحطهم فوق البوطه راه كيدوب في ساعه في ساعه، حيت خلطناه في الاول مع سنيده ما كي ما كيدير ما كيديش الوقت نهائيا. كما قلت هذيك العمليه ضروري منها تحضير ديال اي فلو. دابا حطيته على البوطه حتى يوصل ليا لدرجه الغليان البنات، شو هو راه ما غاديش يعقد لكم، ما غاديش يبان لكم راه عقد ولا شي حاجه، ولكن غادي يوصل لدرجه الغليان. صافي نحبسو نطفيو البوطه صافي. هنا هانتوما شو كما قلت لكم يوصل لدرجه الغليان صافي نحبسو، ما غيبان لكم راه عقد بحال ديال الحليب، انما غير يغلى لينا صافي نحبسو. كويسات راهم عقدوا تماما، ضروري من هاد العمليه هذه خصهم يديروا. عاد نخوي عليهم الطبقه الاخيره باش يجينا الوجه ديالهم جميل. غادي نشد هذيك الكريم الكراميل وغادي نقلب هاد المعلقه على الظهر ديالها ونخوي بشويه، يعني ما نخويش دفعه واحده. علاش درنا هذه العمليه؟ باش ما داك السائل ما يحفرش لينا الوجه ديال الكريمه، شو بقى كيف ما هو. هاد العملية ضروري منها البنات. صافي كنخوي فيهم كاملين هكا كما قلت لكم، ما تعمروش الكيسان الفم باش يبقى لكم لي سباس فين ديروا الكريمه ديك الطبقه الاخيره. وغادي نخليهم هكا على سطح العمل او نديرهم في الثلاجه ونخليهم حتى يبردوا ونرجع معكم ان شاء الله. غادي نزينو بشي شويه ديال اللوز مهرمش من الفوق كاختياري، ممكن تزينوا باي حاجه نتوما كتفضلوا كتبغيو. كيف ما شفتوا غادي نخليهم هكا ولا نديهم الثلاجه ونرجع معكم ان شاء الله. دابا من بعد ما بردوا البنات وكيف ما كتشوفوا جمدوا على الاخير، شوف كيف جاو. نتمنى البنات يعجبوكم وتجربوا مع البنات، كيجيو زوينين كيف ما شفتوا في الاول تاع الفيديو، عاقدين ومغذيين اقتصاديين لذاذ البنات، كلشي تجمع فيهم. يعني غير جربوهم وكتبوا لي في التعاليق راهم زوينين بزاف، واللي جربتهم ما غتبقاوش تستغناو عليهم بالمره. ان شاء الله يعجبكم الفيديو البنات، ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه كنقول لكم مرحبا بكم وفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله الجديد ديالي. وما بقى لي الا نقول لكم يلا عواشركم مبروكه ورمضان كريم الى فيديو اخر باذن الله.